رابطة مسلمي الفيجي. جزر الفيجي هي أول يابسة يعلو فيها الأذان للصلوات الخمس، وذلك بسبب موقعها على خط الميريديان. وصل المسلمون الأوائل إلى فيجي عام 1879 للميلاد، وكانوا عمالاً تم جلبهم من الهند للعمل في مزارع قصب السكر. يبلغ عدد المسلمين اليوم 53 ألف مسلم، أي ما يعادل 7% من مجمل السكان. في عام 1926 للميلاد تم تأسيس رابطة مسلمي فيجي لمتابعة أمور المسلمين وتأمين خدمات اجتماعية وتعليمية لم توفرها حكومة بريطانيا الاستعمارية في تلك الفترة. في عام 1976 للميلاد وخلال أداء فريضة الحج لوفد من مسلمي فيجي، حصل لقاء بينهم وبين الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، وعرضوا معه أوضاع المسلمين في الجزر وأخبروه عن احتياجاتهم. فقام الملك خالد بإرسال مبلغ مالي مساهمة منه في تطوير نشاطات الرابطة. ومن أبرز نشاطات الرابطة إقامة مراكز إسلامية منتشرة في الجزر، حيث يجتمع المسلمون لقراءة ودراسة القرآن الكريم وإقامة الصلاة وخطبة الجمعة وإقامة إفطارات خلال شهر رمضان. بالإضافة إلى المراكز، تم بناء عدد من المساجد خاصة في المدن حيث تتواجد كثافة كبيرة من المسلمين، أبرزها مسجد سوفا ومسجد لاوتوكا ومسجد با ومسجد لاباسا ومسجد نادي ومسجد سيجاتوكا ومسجد ريوا. وكلها مساجد تتميز بالشكل الهندسي الهندي وتستوعب أعدادا كبيرة من المصلين، قد تصل إلى 2000 مصل في البعض منها. ولم تنسى الرابطة المرأة المسلمة، لذا أنشأت رابطة خاصة بالنساء المسلمات. تشرف هذه الرابطة على تربية الفتيات المسلمات وتعليمهن. بالإضافة إلى إشرافها على دور للأيتام ودور الإقامة، حيث تسكن فتيات أتين من جزر بعيدة لتحصيل العلم. تشرف رابطة مسلمي فيجي على 22 مدرسة ابتدائية و8 مدارس ثانوية، مجمل طلابها يصل إلى 1200 طالب وطالبة. يبلغ عدد الطلبة غير المسلمين في هذه المدارس ما نسبته 45%، وقد يصل إلى 97% في عدد منها، مما يشكل ظاهرة ويساهم في نشر الدعوة وفرصة لشرح تعاليم الإسلام لهم. وبالإضافة إلى المنهج المفروض من الوزارة، يتم تدريس المواد الإسلامية في كافة مدارس الرابطة، حيث يتم تدريس التجويد وحفظ القرآن والحديث وتدريس لغة الأوردو والعربية. كما يتم إعطاء دروس تحضيرية لها علاقة بالمستقبل المهني للطالب، مثل الحدادة والسباكة والنجارة والزراعة والميكانيك. في يونيو عام 2006 للميلاد قررت رابطة مسلمي فيجي إنشاء المعهد الإسلامي لجنوب المحيط الهادئ، وذلك نزولا لرغبة أهالي الطلبة الذين كانوا يتركون الدراسة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة لعائلاتهم. يقدم هذا المعهد تعليما مجانيا لفتية مسلمين من الفيجي ومن بعض الجزر الموجودة في جنوب الهادئ، بالإضافة إلى استقباله أيتام حيث يقيمون في المعهد حتى التخرج. وتعاني رابطة مسلمي فيجي من نقص مزمن في التمويل لإقامة المشاريع في الجزر، فجمع التبرعات من المسلمين الموجودين في فيجي غير كاف، في حين خفت تبرعات الجمعيات الإسلامية والتبرعات الفردية القادمة من الخارج بسبب التشدد الحاصل بعد أحداث سبتمبر 2001.